بسم الله الرحمن الرحيم. شبابنا الغالي، هذا السؤال هو evaluate دبل تكامل من x يساوي لصفر إلى x يساوي لواحد، من y يساوي لجذر x إلى y يساوي لواحد، e أس y تكعيب dy dx. طبعا ما ممكن التكامل بهذا الشكل، ليش؟ لأن e أس y تكعيب مشتقتها ما موجودة، اللي هي 3 y تربيع حتى أنا أقدر أكامل. إذن لازم شو نسوي؟ لازم نسوي له ريفيرس، والريفيرس لازم شلون؟ لازم أروح أرسم، وبعد الرسم أحدد حدود تكامل جديدة وأحل السؤال. هذا الأكس وهذا هو الواي. نجي إلى الكيرف الأول. الكيرف الأول إحنا قلنا واي يساوي لجذر أكس، أو المعروف عندك أكس يساوي لواي تربيع. هذا شلون تقدر ترسمه؟ هذا تعرفه أنت. هذا هو الأكس، الأكس يساوي لي واي تربيع، أو نفسه واي يساوي لي جذر أكس. هذا الأول. بعدين واي يساوي لي واحد، واي يساوي لي واحد. وين صاير هذا هسه؟ الواي يساوي لي واحد، هذا هو الواي واحد، هذا الواي، هذا الواي يساوي الواحد، ارتفعت واي يساوي الواحد. الآن حدود التكامل من x يساوي لصفر إلى x شقد يساوي لي؟ واحد. هذا هو x يساوي لواحد. شون عرفت؟ طبعا لأن الواي يساوي لي واحد، فالx يساوي لي y تربيع، x يساوي لي y تربيع، ويساوي لي واحد تربيع، ويساوي لي شقد؟ واحد. الآن وين هسه هي المنطقة اللي يريدها؟ شون انتبه؟ من x صفر هذا x صفر إلى x واحد هذا x واحد، عندي منطقتين هاي لو هاي. شلون اعرف هاي لو هاي؟ انتبه، الدي واي اول نقطه ضربها منو؟ ال هذا باتجاه الواي. شوف لو قايل الواي صفر كان صارت هاي المنطقه وهاي المنطقه، بس هو ايش قال؟ قال الواي يساوي لجذر اكس، هاي اول نقطه، والواي يساوي لواحد، هاي شنو؟ هاي ثاني نقطه. اذا 100% المنطقة اللي يريدها للتكامل هي منو؟ هي هاي المنطقة. شلون راح أحولها؟ راح أحولها إلى دبل تكامل إي أس واي تكعيب لمنو؟ لدي أكس دي واي. هسا نجي إلى حدود الواي. من واي يساوي لصفر هذا أوطأ واي، إلى واي يساوي لواحد هذا أعلى واي. أمد الأل باتجاه أكس. من x يساوي لي صفر هذا أول x إلى الـ x الثاني، الكيرف الثاني x شي يساوي لي؟ يساوي لي y تربيع. هسه صار التكامل كل سهل. لما أكامل e أس y تكعيب للدي x فقط أضربها في x، فش صار؟ صار تكامل من صفر إلى واحد x e أس y تكعيب x e أس y تكعيب من صفر إلى y تربيع dy، ويساوي لي y تربيع e أس y تكعيب، تكامل طبعا من صفر إلى واحد، y تربيع e أس y تكعيب dy ناقص صفر، أصلا راح يصير صفر، ويساوي لي شنو المشتقة مالتها؟ أنت تعرف راح يصير ثلث في تكامل من صفر إلى واحد 3 y تربيع e أس y تكعيب dy. هسه توفرت المشتقة، صار ثلث إي أس واي تكعيب منين؟ من صفر إلى واحد، ويساوي لي ثلث إي أس واحد ناقص إي للصفر. شكرا لكم.